شوفوا يا أولاد، لازم نأخذ آيس كريم من عماد. عماد ما راح يعطينا. إيه هو صادق ليلى. شلون نأخذ منها آيس كريم؟ أنا عندي خطة، بخليه ينزل من غرفته وخليه يعطينا آيس كريم. والله ليلى حرنا آيس كريم. إيه ليلى، حتى جيجي حرانا صح؟ شوفوا أنتوا خلوكم هنا، الحين بروح لعماد وخليه يعطينا آيس كريم. يا سلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. هاي يا ريلا، ايش تبين؟ عماد تكفى، نبغى ايس كريمات انا ويويو وانس. يا ريلا ما فيها ايس كريمات، بعدين توجعكم يحلوكم. لا تكفى يا عماد، قم يلا. يا حول يلا مشينا. يا سلام. ليلى بيجيب ايس كريمات. ايه يلا، جبت عماد يبي يعطينا ايس كريمات. تبون ايس كريمات انتم؟ ايه انا ما في ايس كريمات. يلا بروح اجيب لكم ايس كريمات وانتم خلوكم مؤدبين. طيب اسمع، انا اعطيكم خلاص. الخشنة. يلا تعالوا. يلا خذ. ايش تبي؟ يا خلاص انا خشة. لا ابغى. ليلى عطيني. ابغى. لا انا خلاص انا خشة. ايش تسوي فيكم الحين؟ خلاص ليلى عطيني. خلاص خذ يويو. يلا كل واحد ياكل اثنين وخلاص برجع الباقي. أنا عندي. خلوكم مؤدبين، فاهمين؟ طيب الله عفو معاكم. ما تلعبين معنا، احنا جايبين بالمحل العاب، لا انت ما جبتي بنفسك. أنا بلعب معاكم عشان اجيب مرة ثانية. تعالي جيجي العبي معنا. طب ليش تلعبونا وانا لا؟ انت جابتيني يا ليل، روحي داخل. انت بالذات اسكت. اقول احترمي نفسك. احترمي يا اخوي. باع متجول. وبقالة. لحظة وش تبون؟ لازم فلوس. معايا فلوس، ما عليك معايا. وريني. يلا احنا بنلحق. انا ما معي فلوس، تعرفيني. اسالفك، انت بخليتي العب معاك اصلا. وانا ليلى. لا انتم اثنين ما راح اعطيكم شيء. ليش ما تعطيهم؟ مو هم باخوانك؟ اخواني بس ما راح اعطيهم عشان ما خلوني العب بهذول اللعبات. لا عاد، لازم تكونين اختهم الكبيرة وتشري لهم. صادق الفايدة. خلاص ايش تبون؟ تبون ندومي حار ولا في شر؟ نبيها كلها. ليه كلها وانا مالي شيء؟ انت تبين تشري لهم ولا لا؟ ما اشري لهم، يعني ما راح اشتري لهم، انا بشتري بعدين هم يشرون. لا خطا عليك، لازم تشري لاخوانك. ما راح اشري لهم، ما تفهم انت؟ ما خلوني العب بالالعاب. العقاب لك، راح اعطي هذي كلهم مجاني. انك ما شريتي لاخوانك. طيب خلاص بشتري. لا خلاص انتهينا وخر. قول عني عزله. اسمع، خذ اللي تبون. شكرا والله انك كفو. مالك سود، شو اسمك انت؟ انا وانا يولو عطي. ما راح تيجي. انا اوريكم. انا ما ابي هذا. ها شفت ان اخوك يحبك ويعطيك اغراض. معلش يولو، انا اسفه. خلاص عادي. يلا خلونا لكم شباب جميل. واو المسبح جميل. وقفي يا بنت، ممنوع دخول المسبح. انا اختي وراي اشوفها. هذه مشكله يا بنت، انت واختك كلكم صار ما معكم واحد كبير. طب الحين شو اسوي بسبح؟ لازم تجيبين فلوس. فلوس ما معي. طيب تعالي شوف طولك. تعالي شوف اذا طولك مناسب راح تدخل المسبح، اذا طولك مو مناسب ما راح تدخل المسبح. طيب طولك مو مناسب، لا شوف لين يوصل هنا، اذا هنا وصل تقدر تدخل. طيب هذي انا كبير، عمري 7 المسبح اكبر منك. يا سمحت، انا والله عمري كبير. شكرا الله يخليك. طيب طولك ما يسمح. معليش ما اقدر. طيب حطني عند المسبح، شوفني انا طويله ولا صغيره؟ انا اسف، انت صغيره مره. طب شوف طول عند المسبح، ما راح يغطيني المسبح. يا اختي خلاص ممنوع خلاص. شوف انا عندي ادوات سلامه، تبغى اجيبها لك؟ شوفي انا احتاج اخوك الكبير مع ادوات السلامه. لا حول ولا قوه الا بالله. وش ادوات السلامه لبالك؟ اسمعي، ممنوع رفع الصوت في المسبح، ثاني شيء ممنوع تاكلين، وثالث شيء وهو اهم شيء انك ما تنطين، يعني تعدين هنا وتنطين،
خطأ. رابع شيء وآخر شيء إنك ما تغطسين رأسك. اسمعي خليني أطلعها لك عشان تفهمين. بعد وش الشيء الثاني تقوله؟ لازم احضر ولي أمرك، أخوك الكبير أو واحد ثاني، أهم شيء إنه كبير. يا حلو الله، بخلي علي يجي معايا. شاطرة، أحسنتي، يلا روحي. يا علي علي، وش هذاك المدير حق المسبح؟ أيوة. قال ممنوع تسبحين، لازم معك أخوك الكبير عشان تسبحين. طيب ما عليك يا ليلى، أنت معك أدوات السلامة؟ إيه. خلاص امشي أنا أروح معك. أها هذا أخوك الكبير؟ إيوه هذا أخوي الكبير. خلها تسبح، عندها أدوات سلامة. ها شوف هذه البطيخة. أها أجت فضل، بس أسمع، ممنوع القفز ورفع الصوت. أيوه ولكن وتغطيس الرأس. أحسنتي، يلا تفضلي. يا سلام. أسمعي، أهم شيء تلتزمين في التعليمات. إيه. ما تسمعي الكلام، ممنوع يعني ممنوع. ها ما راح أسمع التعليمات. كذا لازم تطلعين من المسبح. لا ممنوع الأكل. مالك شغل وماكل على كيفي. أنا الآن لازم أروح أعلم أخوك الكبير عشان أطلعك. أحسن باكل ما راح أطلع برا. لو سمحت أختك ما تسبح في الطالة. أول شيء غطست راسها أمسك. أيوة. ثاني شيء أكلت. طيب ليلى هناك؟ إيه ممنوع تشوف. طيب يلا ممنوع رفع الصوت، ما تفهمين ممنوع. اطلع يا ليلى، اطلع لا ما راح اطلع، لا 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 ما راح اطلع، والله ما راح اطلع. اطلع يا ليلى، اطلع يا خلفت التعليمات، اطلعي. ما راح اطلع يعني ما راح اطلع، توي داخل المسبح. بس انت خلفت القوانين. ما راح اطلع يعني ما راح اطلع. يا ويلك، ترى بخليه يدخل عليك. اطلعي ولا بخليه يدخل عليك. طيب طلعتني برا المسبح، ما سويت شيء. اقول روح، انت خالفت القوانين. يلا روحي، لابسك روحي. ثاني مره اي واحد يخالف القوانين يطرد برا المسبح. طيب خلاص، اسفين يا حارس المسبح العملاق، مع السلامة. مع السلامة. لا يا سلام، لازم اكل كثير. ليلى انت وش فيك من اليوم وانت تاكلين؟ يا اخي مالك شغل. ايه ارحمي بطنك شوي، مالكم شغل فيني. طيب شوي كولي شوي. الحين باكل ورق عنب، ما انا مره احب الورق عنب. هذه مره ورق عنب مره كنافه، ما عرفنا لها. يا علي يا ليلى لا تلخبطين في الاكل عشان ما يوجعك بطنك. يا سلام الليمونه مره حلوه. شلون تاكل الليمونه؟ والله ما ادري يا عماد، لكن تحبها. زال انا بقوم، ما اقدر اتحمل المنظر هذا. يا ليلى لا تاكلي ورق عنب مع كنافه عشان ما يوجعك بطنك بعدين. بطني ولا بطنك؟ يا ليلى انا اخاف عليك. يا ابن الحلال خلها تاكل اللي تبي، انت مالك شغل فيها. اوه بطني. انا قلت لك يا ليلى لا تاكلي. اي بطني يا علي، دق على الدكتور. طيب الحين اتصل على الدكتور. الو دكتور. نعم هلا والله. يا دكتور، اختي اكلت اكل ورق عنب مع كنافه والحين بطنها يوجعها. عنب وكنافه اكيد بطنها بيوجعها. طيب يا دكتور تعال، تكفى اختي تعبانه وبطنها يوجعها، تعال في البيت تعال شفها. طيب جايكم، الله يشغلكم انتم بطونكم يا شيخ. يلا جاي. خلاص يا دكتور انتظرك. بطني هاتي. اصبري الحين الدكتور يجي. بطني وجعني ما اقدر اتحمل. هذه شويه تصيح. أكيد بيوجعك، من ياكل كنافة مع ورق عنب؟ خلاص يا عماد الحين يجي الدكتور، وأنت شغلت الدكتور بنفسه يا أخوي. خلي يعالجني. يا ليلى الوقاية خير من العلاج. يا عماد هي صغيرة ما راح تفهم. خلاص ما راح أكل ورق عنب مرة ثانية. يا ليلى ماني قايدك. السلام عليكم. عليكم السلام. يا ليلى أمري بيجينا. أمري تعالي يا ليلى. يا دكتور أكلت ورق عنب مع كنافة مع بعض. لا قوة إلا بالله، هذا اللي يعول البطن. بطني. خلاص أصبري. مغذي؟ أيها مغذي عشان تطيبين. شوفين يا ليلى شغلتينا في بطنك ليه جبنا لك الدكتور. والحين بعطيك إبرة ومغذي عشان تطيبين. لا دكتور ما أبغى. امسكوها ساعة لين تطيب. بعد ساعة يا دكتور تطيب؟ ايه ان شاء الله. خلاص يا ليلى خلاص.
مش تاكلين انت بعد؟ جاز لها ورق العنب، والله شكل ورق العنب يا علي زين. اقول الله يديم النعمه، انا ما احب ورق العنب. يلا امسكوا امسكوا اختكم بس يلا امسك امسك يلا انا بروح يلا ما تشوفون شغله يلا. اعوذ بالله شغلونا حتى ما نعرف من يكون. هاي ليلى الحين كيف تخفيتي؟ ايوه خلص يا علي، بعدين ما راح الخبط في الاكل. ايه اسمعي كلامنا يا ليلى. ابشروا ما ابشروا. اسمعي ولد، نبي نسرق الايباد، واضح ان البيت هذا كبير وفي خير ان شاء الله. ان شاء الله الايبادات والله. سكر وجهك يا اخوي. سكر يا اخوي سكر. انت ما تفهم كم مره اعلمك الخطه مره مرتين ما تفهم يا اخي. يا خلاص يا اخي. يا اخوي لا تنفخ يا اخوي. يلا يلا مشينا. يلا ما ننفخ يا اخي، انا رئيس الخطه خلاص اسمعك خلاص. يا زين اللعبه الحلوه هذه. يا ليلى خلاص الحين لازم تنامين، جاء وقت النوم. ماني منايمه، انا بلعب شوي. ليلى الله يهديك راح يضرك، وعندك ان شاء الله بكره اختبارات. خلاص يا حبيبي انا خلصت اختبارات. طيب يا ليلى هذا وقت النوم لازم تنامين. هذا مين؟ انت سنت 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 سنت. اتوقع ان احنا نشوفهم بس هم يشوفونا. الظاهر يا ولد. قعد معك الظاهر ان هذا هطف. امشي امشي. يلا امشي امشي. ما هذا هطف لابس نظاره شكله ما يشوف زين. اسحب لي بس اسحب لي. يلا يا ليلى وقت النوم، حط الايباد ان شاء الله بكره تلعبين. اي خلاص بروح انام. يلا روحي نامي. مدري بس اسمع خلي اسرق الجوالات بس ناخذها تمام. خير خير. طف طف انا بدي حرام بسرعه طف طف. كبوله 15 ساتر. طف اللمبات يا ابلة، انت شكلك بتجيب فينا الحين. بس انا عارف 15 ويبان. جيب جيب خذ البنت خذ البنت خذ البنت. اسمعني هذه ما تفهم. اعطيني البطة. والله ما اعطيك اياها، هذه حقت جيجي. لما تعطيني اياها؟ ما راح اعطي، هذه حقت جيجي انا شريتها. لا لا ها؟ ايه شفت؟ حقت جيجي. اعطيني اياها. انت ما تفهم، ما راح اعطيك اياها. تعطيني اياها غصب عنك. هذا عصابك يقول. ما تفهم هي العين الحمراء. لا يا شيخ، ما افهم الا في العين الحمراء. اه ما تفهمين العين الحمراء. اقول احترم نفسك يا يويو. عادي هذا صغيري ويعطيه البطة غصب عنك. لا بعدت معه. ايه هذا اخوي. ما انا ما اعطيكم اياها. غصب عنك تعطيني البطة. خير ان شاء الله ايش فيكم؟ تعطيني البطة غصب. بعد غلط خلاص. يلا روحي داخل. قصبت يد العنب راح اعلم عماد. روحي علمي اكسر يدها بعد. ما تقدر ما تقدر، بخلي يجيب العصا. وهذه يا جيجي. والله والله اكثر يدك مثل اختك. يا عمان يو 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 انا تكسر يدي ويبغون يضربون له جاي على راسها. لا لا يا ليل مو مضربين، انتم تتوهمين. الا الا يا عمان تكسروا يدي والحين بيضربون جيجي. تعال تعال وريني يدك تعالي. تعال تعال. طيب منين توجعك اول شيء؟ هنا. يعني كامل يدك من هنا لهنا كاسرينها؟ ايه. طيب كيف؟ يعني ضربوني وقالوا ما اعطيتيني بطل على اضرب جيجي. ها اكيد. ايه يا عماد حطي علي يدي شاش. يلا يلا تعالي تعالي جيب الشاش. بس وين الشاش؟ يدي البطة. واليوم انا بدوني يدي المجزومة. تعال تعال انا اوريك فيه تعالي. هذا شيء جايل تضحك علينا. انا ما ابغى اكلمكم ما تكسرون يدي. من سمح لك تكسر يد ليلى؟ كيفي كيفي. لا يا شيخ انت ما تفهم يا عماد، ما راح نعطيك البطه. لا انتم شطار بعدين عيب عليكم، هذه اختكم الكبيره. يا عماد خذ البطه منهم حقتي. خلاص تلعبون تلعبون مع بعض. خلاص نلعب مع بعض. ايوه خلاص نلعب مع بعض استاذ. يلا روح روح.
خلاص اسفيني يا ليلى. خلاص انا سامحتكم. السلام يا فيزا. اوف هذا بس يبلع. انت وش عندك هنا؟ يلا يا طسي جيب فلوس عشان تشترين وجبات. عندك وجبات انت؟ ايه عندي، عند وجبات دجاج وعند وجبات لحم، عند وجبات اطفال، عند بيبسي بعد. والله بروح اجيب بفلوسي انا ويويو وانس وعماد. ايه فلوس اذا خلاص بروح ارتب اغراضي. والله اني جوعان يا عماد ابغى اكل. خلاص ابشر ابشر الحين اطلب لك من التطبيق. عماد نواف عنده مطعم فاتح برجر فاتح كل شيء احل فيه. يعني كنسل الطلب؟ ايش طلبت انت؟ توني الحين بطلب برجر لانس ويوي ولا كنسل الطلب؟ كنسل الطلب تعال شوف اغراضه. يلا مشينا. والله يلا مشينا. سلام سير. هذا بطاطس، هذا بطاطس، هذا بطاطس، هذا وجبة قزل، هذا بطاطس بعد، ومعين عصير، صوصات، ما شاء الله، اللهم زد وبارك، وهذا بطاطس مع صوص، وهذا بيك تيستي، ما شاء الله أنا مو في بير للناس. السلام عليكم نواف. مبروك كل المحل. رجع عصير انت. طيب متى فتحت يا نواف؟ هذا انا والله توني فاتح وابغاكم تدعمون. والله يا نواف ما شاء الله عليك اغراضك كثيره مره. ايه سالف ترى ما بيع يا عماد انا عارف حركاتك يا ابن الحلال. عاد تعرف اخر الشهر احنا مطفرين، اذا جت بعطيك. والله عماد صادق. خلاص يا نواف بدايه الشهر راح اعطيك فلوسك، بس يا اخوي سلفنا. والله ما اضمنك يا عماد انت نصاب. والله العظيم مو هو نصاب. ايه يعني عشان بطنك انت. والله احنا جوعانين بس نبغى هذا وهذا بس. بفلوس انس. طيب يا نواف اخر الشهر ها هذا وجهي. لا ما اقبل فيك ابد اخر الشهر ما اقبل والله. طيب ارهن جوالي. ها جوالي؟ خلاص ابشر. يلا خذ هذا جوالي وحنا بناخذ. يلا رح. ايه خلاص. خلاص راح يا نواف. بسرعه خلينا نروح. انا تعال خذ هذه وجبه. هذه حلو بطاطس ليا. شوف اخذنا محله كله يا عماد. اي شفت اخر شهر ان شاء الله اني اسدد. ان شاء الله تسدد يا عماد. ها لازم اعلمها كم السعر. تعال ترى السعر 200 ريال كلهن ترى. ها 200 ريال خلاص اخر الشهر اعطيك. اكيد ولا بيع جوال؟ لا يا اخوي الجوال غالي مره. اي اجل اخر الشهر تجيب 200 ريال. خلاص ابشر ان شاء الله. يعني ما تقطها؟ اي لازم نقطع انا وانت يا ليلى. ها؟ تقطون؟ كم ما قطع يا ليلى؟ يا اخوي انت ايش دخلك يا اخوي انت اعطيتنا هذا خلاص مع السلامه اعطيك اخر الشهر 200. والله يا ولد يلا اجل مع السلامه. مع السلامه يبي ياكل بعد. اوه لحظة نسيت البطاطس حقي نسيتها. تاكل؟ مو بذا هذا صح لا تقول 200 ريال بعد. اقولك انت تفهم يا ولد هذا حقي يا ولد. خلاص يا عماد خلنا بكيفه. خلاص مشينا ناكل الاغراض داخل. يا عماد خلي هذا البطاطس. خلاص معك خلي هذا اسوي حطوه في الكيس وندخل داخل. يلا اسمع يا ريلي وانت وانس ويويو اليوم عندنا بطة نبيها تسبح. والله ان شاء الله نخليها تسبح معنا. يلا يا عماد جبها يلا تعال معي عشان نمسك الكابل. يلا هذه البطة بالقفص. انا اشيلها طيب تيجي وخري وخروا انا سوي وخروا كذا. يلا امسكها ريلي وش رايك اشيلها من فوق؟ يلا وخري طلعنا البطة يلا نوديها المسبح. يلا بنحطها بالمسبح. يلا جاهزين؟ يلا المسبح. يلا بروح البس. شوف برد تعالي
تبعدين عنها. تعالي. يا يما يما ريش يا بعدي بعد عني لو سمحتي بعدي. يا سلام وناسة. أوه بارد المسبح. لا 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 بعدين تطلع من المسبح. يلا يلا لجيتكم يلا يلا بعدين يلا يلا. يلا يلا تعالي. اوه ماي جاد. عماد عماد شوف عماد شوف عماد انا بدل الكره اللي هنا. خلاص يلا يلا تعال نبي البطه ثاني. انت بنت يو 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 لا لا يو يا حرام بسرعه يلا نجيب البطه. يلا امسك البطه. يلا يلا خلينا نمسكها يلا. لا تحشر انا. تعال 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 لا 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 يو يو خلاص خلاص اسمع نبي نطلع البطة ايش رايك؟ طيب يلا جاي. يلا يا عماد طلع البطة ايش فيه؟ يلا يلا بسم الله. يلا جيب الكورة ليلى. طلعنا البطة يلا يا ليلى مشينا مشينا نطلع مشينا. يلا يلا يا ليلى طلعنا طلعنا. الكورة ايش الله علينا نجيكم يا غدارين ثاني مرة. انا بسبح ليل الليل وطفشت بطلع. لا يا ليلى مو على كيفك انا اللي اسبح لاخر الليل. ما على كيفك انت انا اسبح يمكن للصباح. اما للصباح عشان تطلعين زبده. الله اكبر شايف نفسك انت؟ اي بس انا بسبح الحين لا تزعجيني فاهمه؟ ايش رايك يا عماد نتصل على هو وخليه يسبح معنا الحين لطب ونجيب الجوال والكلمه. لا يا ليلى صراحه ما ابي اكلم احد ابي اسبح لحالي وانا مروق. ها؟ طيب طيب. يا سلام والله المسبح بارد بدك على الواف الحين. يلا يلا الو تعال تعال عندنا مسبح. يلا يلا ايمان ما راح يدري. والله المسبح فول بس بجمع الورد اول شيء عشان اقدر اسبح على راحتي. يا سلام الحين نواف يا بيجي ونسبح جميل. اول شيء خليني اقول لعماد عماد بسبح معاك عشان يكون طيب وما يحس نواف بيجي. تبين يا ليلى يلا نسبح. لا اصبر اصبر شويه انا مره بردانه ارتفعت بسبح معاك. بردانه حر الحين حنا المسبح تقصدين بعد. ايه ها ايه صح صح يا عمادي. من ثاني يطق الباب يا ليلى؟ أما عاد نواف وش جابه؟ حلا والله يا هلا هلا والله وش المسبح الحلو هذا؟ يا عماد هذا خوينا. يا ليل البلش يا حنا كنا بنسبح ناخذ راحتنا. افا تسبح دون يا لك الجميل افا يا ولد. يلا عطوني عطوني في المسبح. يلا يلا بنسبح يلا تسبح انت نواف. اي بنسبح. يلا عطني يا عماد في المسبح. لا لا اصبري اصبري. وش اصبري يا ولد خلنا نسبح يلا. اجل تدري انا بطب الحين وطبوا معي. يلا نواف طبينا يلا نزل. وخر عني بطل. ايت بيت من نواف. يلا نواف وخر هذه طبة التمساح وخر. يلا 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 انت كمان. انت هاتي هاتي. يلا يلا تعالي تعالي. يلا. يلا لا 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 البس بلينتك لا تنساها. ابي ايس كريم يا عماد. لا لا يا اخوي انتم تعبانين وصدوركم توجعكم شو الايس كريم؟ تكفى يا عماد انا ابغى البقاله بألف. ابغى ايس كريم. يا اخوي لا ما حد ياكل ايس كريم خلاص ما تفهمون انتم. بس واحد يا عماد. واحد يا عماد بس اخي. اقول لا يعني لا. يا حلا بروح على بسكوتة. ابل معاك. لا تشرون ايس كريم. ايس كريمات ايس كريمات من يبغى ايس كريمات مره لذيذه. ايس كريم يو احنا تعبانين الكوتر هناك وسريع. انا بس ايس كريم. لا يا يو يو اروح اشتري ايس كريم وانا بروح على بسكوت. ايس كريم الصيف مره حر والايس كريم يبرد. والله الصيف بروح اشوفه بالكاميرا. قربوا قربوا ايس كريمات ايس كريمات.
ريال وتبغى باثنين بعشرة ريال بعشرة ريال. لذيذ الايس كريم. ايوه يا يويو لذيذ الايس كريم بس كم تبغى واحد؟ يويو يبغاهم كلهم عاد اعطيها هذا كله. ايوه كلهم بخمسين ريال. ما معنا فلوس. ما معك فلوس؟ ما راح ابيعك. معنا فلوس طيب انت تعطيني يويو يلا خذي فلوس. يلا يويو خذي. هذه 20 ريال مو 50. طيب بعدين راح نعطيك الباقي. يلا يويو. لا انتم ممنوعين. انا دي فلوس البوكس. يلا يلا. اكيد انهم شروا ايس كريمات. يويو عماد يا. ممنوع الايس كريم رجع الايس كريم. جيبها 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 ممنوع جيبها تعال جيبها يا ولد ممنوع. يا اخي انت بردان وتعبان طيب صدرك يوجعك. انا رجع خذ قبل ما احس الجامد. خرب علينا يا ايمان. بعدين انت لا تبيعنا على اخوان الصغار تعبانين. طيب طيب بس خذ لهم عصير. خلاص تعال يا يويو خذ العصير. شكرا يا ايمان. الايس كريمات ممنوعين منها. خلاص خلاص خلاص. طيب فلوسكم تبغونها؟ لا لا ما نبيها مع السلامة. يا الله شوف ايش كتب يا يويو مرة حلو. تبغانا نلعب فيه؟ بس ليلى ما معنا فلوس هو غالي. ما معكم فلوس؟ لا معك انت؟ لا ولا انا صراحة. خل نروح نسلف منه نقول اعطنا سكوتر الى القلة وش نصور؟ والله فكرة وين نروح؟ ايه يلا يلا مشينا. والله الحين صار سكوتر فل. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام. نبي نلعب مجانا تكفى يا نواف. لا لا مجانا لا لازم فلوس. طيب اسمع سكوتر بكم؟ بكم الساعة ربع ساعة بعشرة ريال. طبعا من خالي يا أخي. طيب اسمع اسمع عندي سالفة شيء. لا والله ما عندي. تكفى يا نواف. وش اللي تكفى أنا جاري بفلوس. طيب سلفنا وبعدين نعطيك الفلوس. لا يا حبيبي ما تضحك علي. طيب اسمع خلنا نجرب واذا زين نعطيك الفلوس كامله. خلاص اجل بخليكم عشان جيت وانس. لا بيض الله وجهك يا نواف. يلا يلا قم قم. انا بلعب. طيب ما انت بعد اخوك انس. طيب وانا انت بعد يويو وبعدك عناد. انا العب صح؟ لا انا نسيت انت كبير. يلا يلا يا انس اول واحد انس. طب وش تبغى السرعة وسط ولا ثلاثة ولا واحد؟ واحد لا على اليسار. يلا خليتك وسط وسط. اصبر يلا 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 تعال اركب يلا الله يدعي سيدك. اصبر اصبر كفو يا ناس كفو. الحين يجي يدور وتشوفوا وش تبي تسوي؟ تشوف اللعبة الحين. خلاص انت دورك انس تعال تعال. طيب يلا انزل 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 يلا يلا اللي بعده يا يويو يلا 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 يويو يمديك يمديك يويو شوف شوف ايش بيسوي يويو. يلا اصبر 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 حتى واحد يا نواف. يلا يلا ادعس ادعس يويو اسرع اصبر. شق المسبح. ها اي والله. تعال تعال يويو انت دورك تعال. يلا تعال يا جاري. انتبه انتبه. يلا 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 اللي بعده ليلى. يلا ليلى واحد بعد ليلى صح؟ لا بعدها انا. نواف لا لا مو ثلاث نواف بعد ليلى انا. لا انت كبير انت. خل خل تاخذ ديجي معاها. يلا يلا تعال خذ ديجي معاك. طيب تعال يلا ما يلا انت دورك يا ليلى تعالي يلا. يلا جيتكم. طيب والحين من دوره. الحين تروحون لبيوتكم يلا. يلا 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 انت وياه يلا. يلا 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 مشينا مشينا. جيجي جيجي وش رايك نروح البقالة؟ مبسوطة؟ تعالي تعالي نروح البقالة من عربية. ها؟ يويو بيروح مع الوجين البقالة؟ خطر عليهم. مو شغلك يا ليل انا بروح وانا جيجي. لا يا يويو ما تروح البقالة يمكن ناس ياخذونك غرابة. انا بروح جيجي
بيه في البقالة وهذا بالعربية هو شربيته. شربيته يا يويو، مو شغلك أنا أجيبها. أنا شكلي راح أقول لعماد هذا ما يفهم يويو. يلا إحنا رايحين البقالة. عماد عماد يبي يويو ياخذ لودين ويوديها البقالة في العربية. يويو يودي لودين في العربية؟ إيه ويوديها البقالة. الحين الحين أنا راح أشوفها. بقالة قولي والشبون أنتو اشتبهنا رايح بقالة. خطأ عليكم أنتو أطفال، ما شغلك. أنا بروح أعلم أخوهم الكبير. راح أعلم. وين وين يو جيتي؟ هنا هنا. وخر وخر ولا توخر يو خربوا علينا. وخر وخر يا أخوي، صادق أنت ود أختي. أمشي أمشي تعالي. غلط يا اخوي، كم مره اقول لك انه غلط؟ يلا العربيه يا اخوي ادخل معنا داخل. تعال تعال يا اخي، كم مره اقول لك خطا خطا انك تاخذها زي كذا يا اخوي؟ نادر انا وديكم البقاله. اما بطلع بروح البيت. خلاص انا وديك البيت. اطلع بلاينا مع شوي وجيدي. خلاص العب معاهم وانت بتروح البقاله لحالك. شاطر، يلا يلا مشينا داخل. اطلع مع لينا.